السلام عليكم. الزول في اللون شالوم. ملي ما غادي نقول نزيد هاد شالوم ديما غنزيدها، لان كون جو في فيديو ولا تنحط شي فيديو اول حاجه تيقولوا لي الكراغيله هو الصهيون، الصهيون يهود، انت يهودي ما يهودي. بغيت نقول لهم بان راه التيهودية راه داخله في الدستور المغربي، وحنا راه عندنا اليهود في المغرب واخواننا وعايشين معهم وكل شيء بحال بحال، عربي امازيغي يهودي نفس الشيء عندنا حنايا يعني. وحتى المسيحيين مرحبا بهم، راهم تيجيو تيديروا لك راه. الفيديو غيكون تري سامبل، هو ثلاث ايام هادي كان يا تخوا جوغ كان رئيس الوزراء الايطالي دراغي كان تيسيني دي زاكور، تيسيني دي كونترا، سينا الكونترادات ديالو على الغاز واحد 5 سنين ولا 10 سنين، شوف دابا شحال دايرين تما بواحد الثمن باهظ، هادشي كلشي باش يقهروا زعما اسبانيا، هما ما عارفينش بان المنبع كله تيوصل لبلاصه وحده. بون هذا هو التكلاخ ما عندي ما ندير لهم. هو في الطياره من الرجوع ديالو في الطياره من عند الكراغيله تيحط الاستقاله ديالو، ايا نفهموها عندها جوج 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 استفسارات اللي انا جاتني في دماغي، هي دخلوا عليه هاد الناس هادو كوريا الشرقيه دخلت عليه بالنحس بالنحس، ولا هو كان ضابط شغله؟ الا كان نحس راه مسكين راه غادي يستقل وغادي يمشي بحاله، وتقبلات الاستقاله ديالو لان دي جو قبل 10 ايام قبل ما تتقبلاتش رئيس الحكومه الايطالي ما قبلش الاستقاله ديالو، والبارح قبل الاستقاله ديالو، هي دخلوا عليه بالنحس يا اما داكشي كان بروغرامي ارن نسيني مع هاد الناس هادول استوري بعدا لونتري ديال الغاز واحد الثمن طايح بزاف، وعاد نخرج من الحكومه باش نقول هاد الحكومه هادي اللي دوزنا حنا فيها المشاكل لان كان عندهم مشاكل بزاف، بان راه جبت لكم انا ديغني كادو قبل ما نمشي، بحال اللعبه ديال الكره نسيني مسالا الكونترا قال لك غادي نزيد معكم هذا الماتش نربحوا معكم لاكوب ونمشي بحالي، زعما انا داير معكم كادو. داكشي اللي دار لهم دراغي في ايطاليا، قال لهم انا غادي نجيب لكم واحد الكادو ديال شي وحدين راه غادي يعطيو لنا ضد في اسبانيا، جا سينا لي كونترا وزاد فحالي. وانا تنتصور من شهر ملي غادي تجي الحكومه الجديده اوتوماتيكمون غادي يديروا لا ميم ديكلاراسيون ديال الاسبان على الصحراء المغربيه. سمعوا انا فين قلتها لكم وعقلوا عليها مزيان، ليتالي غادي دير بحال الاسبان، حيت صافي ملي تاسوري الكونترا ديالك لونغ دوري واحد الفتره طويله سيناو معاهم داروا لونغ دوري غيخليو هادو كوتي وغادي عيطو على المغرب ويقولوا له جي نقادو معاك لافير ديال الاعتراف.